الألوان متناسقة تماماً مع الجدران والستائر. حاولي أن تتلمسي مكانة الإسفنج الداخلي. الإسفنج من النوع الأصلي بكل تأكيد. بكم اشتريتي هذا الطقم؟ بألفي ريال. ألفي ريال؟ هل هو بهذا الثمن؟ يستحق هذا الثمن، ولكن كيف حصلتي على 2000 ريال؟ بالتقسيط الشهري. زوجي حذق في عمله، يتجمع المال في كنفه سريعاً. الشهر الماضي تعطلت شاشة التلفزة، استبدلها بأخرى على الفور، كذلك بالتقسيط. التقسيط عملية مشجعة على الاستهلاك. أعلم هذا، ولكن ما هو مقدار راتب زوجك الشهري كي يتحمل مزيدا من التقسيط؟ لا أدري. لا تدرين؟ كيف تشاركين زوجا في دار وأنت لا تعلمين ما ينتج شهريا؟ لا داعي للسؤال، ما دام كل ما يحتاجه الدار مؤمناً. أهنئك على راحة البال والسلبية المفرطة. توقعي أنني سأصارحه ذات يوم في هذا الموضوع. تفضل. لماذا أنت مستاءة هكذا؟ متى ستشتري سجادة جديدة بدلا من هذه السجادة؟ يغلبني الحياة حينما تدخل إحداهن إلى داري. علينا أن نصبر، إن الله مع الصابرين. نصبر؟ نصبر؟ إلى متى نصبر؟ أنت شلوها وأوريك الأرض المحفورة تحتها. لا داعي لأن تريني شيئاً، أعرف أن حال الأرض أسوأ من حال السجادة. أخبريني، أين الحل؟ ثمن الحل لا يتجاوز 100 ريال. باستطاعتك أن تفتشي جيوب دشداشتي، إنها معلقة بغرفة النوم. صدقيني، لن تجدي أكثر من 30 ريالا. دعني أسألك سؤالاً واحداً، كم يبلغ راتب زميلك مسعود؟ وما صلته هذا بذاك؟ هناك أمر يحيرني ولم أجد له تفسيرا حتى الآن. أنت ومسعود تقومان بالعمل نفسه وبالشركة نفسها. مسعود يستطيع شراء كل شيء، أما أنت عاجز عن شراء سجادة صغيرة. وهذا أمر يحيرني أنا أيضا. يحيرك؟ ألا تعرف مقدار راتبه؟ إنه يوازي راتبي تقريبا. إذن كيف يستطيع شراء كل شيء يمر بخاطره وخاطر زوجته؟ لابد وأن له مصدرا آخر يستعين به لقضاء حوائجه، أو أنه غارق في عملية التقسيط التي لا تنتهي. إذن لماذا لا تفعل مثله؟
ماذا تفعل؟ تفضل. هذا الوقت مخصص للعمل وليس للراحة. متى تمارس دور رب العمل؟ رب العمل ليس هنا. اجلب زادك لنتشارك سويا. بفعلتك هذه تخون الأمانة. أية أمانة تلك التي تتحدث عنها؟ أمانة عدد ساعات العمل. احترام الأمانة يقضي بأن نعمل حتى أذان الظهر. وما الضير في أن نستريح الآن؟ أجسامنا بحاجة إلى الراحة، وبذلك نكسب نشاطا جديدا. تستريح في الوقت المخصص للاستراحة، أما أن تستريح الآن فإنك بذلك تخون ثقة رب العمل. إنك تهدي أحيانا. أهدي؟ أو إنك تتحدث بالمثاليات. هو يستريح هناك في مكتبه تحت التكييف، ونحن نعمل هنا طوال النهار، ومع ذلك صندوقه مليء وجوبنا فارغة. هذا ليس مبررا لك أن تتقاعس عن العمل. يجب أن تأكل خبزك بعرق جبينك. صاحبنا قد أقبل. أظنني ظلمتك بالمجيء معي إلى هنا. من لا يستطيع الشراء يتفرج. كنت بموقفك لسنوات طويلة، أرى المعروضات وأعجز عن شرائها. المشكلة أنني أعرف الراتب الذي يتقاضاه زوجي ولا أطالبه بشيء. بل تستطيعين. كيف؟ أن تضعي زوجك على المحك. أي محك تقصدين؟ اضغطي عليه، قولي له بأنه عاجز عن توفير احتياجاتك، وأنه مستهتر بك. هذا كلام لا يجوز أن تقوله زوجة لزوجها، خصوصا أنها تعرفه عز المعرفة. هو لكنه كلام ذو مفعول سحري، صدقيني جربت هذا بنفسي. هو انتقل زوجي من مرحلة العجز إلى مرحلة الفائض. متى حدث هذا؟ منذ أشهر، عندما انفجرت في وجهه، وفجأة حدث تغير كبير في حالتنا المادية. زوجك يريد الاقتصاد صدقيني. سجادة جديدة لا يعدو ثمنها 50 ريالا بدلا من هذه السجادة القديمة. أستاذ عبد الكريم، لو سمحت. خيرا إن شاء الله يا صالح. الحمد لله، وجدتك قبل الغد. ما هنالك؟ تفضل. ما هذا؟ وجدتها تحت صناديق المستودع. مبروك، هذه جائزتك. هذه ليست من حقي. أنا أمنحك إياها. عفوا أستاذ عبد الكريم، أعتذر، لكنني لا أخذ مالا لم أدفع من جبيني عرقا له.
حسنا، ضعها معك حتى صباح القدر. ومن يدري أن أموت الليلة فيبقى حقك في ذمتي. أرجوك سلامتك. حسنا. شكرا. شكرا. أحسنت يا صالح. على خير. إلى أين؟ الساعة لا زالت 9. أريد أن أنام. تصبح على خير. ندى، ما الذي يجري؟ لا شيء يبعث بالسرور في هذا الدار. لغة جديدة لم أعهدها منك من قبل. لقد طفح الكيل يا صالح. لأجل هذه السجادة؟ بل لأجل الكثير من الأشياء. أسكت في كل مرة، الأمنيات تبتعد والغصة تخنقني وغيري يبتهج. ممنوع علي شاشة تلفازة جديدة، حرام علي ثلاجة من الطراز الحديث. أما بالنسبة للأثاث فإنه بال وقديم ولا تستطيع شراء غيره. ودائما مثل ما تقول، العين بصيرة واليد قصيرة. وإذا أردنا التحدث عن الملابس فإنني فقط أكتفي بالنظر إليها من الواجهات الأمامية بالمحلات. هذه طلبات أسمعها باستمرار. أتعرف لماذا؟ لأنني لا أجد آذانا صاغية. هو ذا راتبي بأكمله، خذيه وسيري به أمور الدار كما تحلمين. أنت تكرر معزوفة الشهر الماضي. وأكررها في كل حين، لأن راتبي لا زال كما هو، ومتطلبات الحياة الأساسية مرشحة للزيادة بدل النقصان. لماذا لا تطالب رب العمل براتب يساوي راتب جارنا مسعود؟ لمعلوماتك يا عزيزتي، راتب مسعود يساوي راتبي بالضبط، بل ينقص 10 ريالات. من أنبأك بهذا؟ مسعود نفسه. يحاول أن يخدعك. أها، وما الذي يدفعه إلى خداعي ونحن نعمل معا منذ 7 سنوات ونتبادل كل الأمور من حولنا؟ الذي يدفعه إلى ذلك أمر واحد فقط، هو أنه لا يريد أن يثير حفيظتك فتندفع لتطالب بحقك. وإن طالبت بحقي، ما الذي يخسره مسعود؟ إن طالبت أنا بحقي وإن باح بحقيقة راتبي. ينفذ وصية رب العمل حتى لا تطالب بحقك، فيعلم الآخرون أيضا بذلك ويطالبون بحقهم. ولا تنسى أن رب العمل يغدق عليه ويطالبه بالسكون. سأسافر للإطلاع على البضاعة المستوردة في بلاد المنشأ وأمضي رحلة استجمام، فأنا بحاجة إليها بعد ذلك التعب المضني. ها، كيف ترى؟ ما تراه يا أستاذ، الأمر يعود إليك. إذن خذ هذه مفاتيح المؤسسة كلها بما فيها صندوق المحاسبة. ما حاجتي إلى هذه المفاتيح كلها؟ ما يلزمني فقط هو مفاتيح المستودع. تأخذ مكاني ريثما أعود. ومنذ الغد اسمك عبد الكريم حافظ، وستصبح مكاني في بيعك وشرائك وجميع معاملاتك التجارية. لا تتعب نفسك، إنه غير صالح. اهتمي بالأولاد يا جواهر.
الأولاد يخربون الأجهزة الإلكترونية بسرعة. لا تتهم الأولاد. من أتهم إذا؟ اشترينا شاشة التلفزة من صالة العرض وأتينا بها إلى الدار مباشرة. لا أدري، وكأن في الأمر سرا. سر؟ نعم سر، أو كأن الشياطين والعياذ بالله قد عبثت بهذا الدار. حين تسكب القهوة من يد جارتنا على الكنبة التي اشتريناها حديثا، ويتعطل المكيف ولم يمضي عليه في دارنا أكثر من يومين، ويحترق الخلاط الكهربائي في المطبخ دون عصر صندوق واحد من البرتقال. والآن جاء دور شاشة التلفزة. مسعود، يجب أن تزكي من راتبك، فالزكاة تدفع البلاء وتأتي بالرزق. حسنا، سأفعل إن شاء الله. مسعود، كم هو راتبك؟ وماذا تستفيدين إذا أخبرتك عن راتبي؟ لا شيء، أستطيع أن أجيب ندى إذا سألتني. وهل سألتك ندى عن راتبي؟ وما الضير في ذلك؟ المضر في أنه سؤال يدخل في الخصوصيات، بل أراه سؤالا بديهيا من جارة إلى جارتها. جارتك ثرثارة، وأنا لا أحب النسوة اللواتي يثرثرن في أمور لا تعنيهن. دعنا من ندى، أنا زوجتك ومن حقي أن أعرف كم هو راتبك. ما لك وراتبك؟ ألم أنفذ لك كل طلباتك ورغباتك؟ راتبي هو 300 ريال شهري. هل أثرت صدرك؟ أبدا، بل أثرت شكوكي. أي شكوك تعنين؟ أجيبي، أي شكوك تعنين؟ أن تشعرنا بالبحبوحة التي نعيشها ب300 ريال فقط؟ هذا يدل على ذكاء وفطنة، بل يدل على أن وراء الأكمة ما وراءها. ما الذي حدثتك به جارتك؟ لا شيء. تكلمي. وهل أقدمت على شيء تعرفه ندى ولا أعرفه أنا؟ أبدا. إذن دع جارتنا خارج الموضوع، وحدثني عن مصدر المال الوفير الذي تجنيه. كان عليك أن تسألي منذ أشهر عندما أتيتك بفستانك الذي تزيد قيمته عن 200 ريال، وكان عليك الاستفسار عندما أغدقت عليك المال دون تذمر أو تأفف. وما الذي يدفعني إلى الاستفسار وقد أوهمتني أن رب العمل يغدق عليك المكافأة والمكافأة؟ أوهمتك؟ هذا يعني أنك لم تصدقي قولي بعد. أحاول أن أصدق، لكنني لا أستصيغ الأمر. أشعر أن هناك سرا تخفيه عني. أي سر وأنت تشاهدين ما أنكره؟ ما يهمني أن تكتمي ما يدور في هذا المنزل، وخصوصا في الأمور المادية. لم تسألني عن زميلك مسعود. لم أشأ السؤال، وأنا أشاهد الشرطة تعتقله من داره هذا الصباح. صاحبك مسعود سرقني، خان الأمانة وأراد أن يأكل خبزه بالحرام. ما سرقه مسعود يوازي 3000 ريال. سؤال يحيرني، كيف استطاع أن يسرقك ومفاتيح المستودع في جيبك؟ كان يستغل وجودك معي في المستودع فيبيع ما أمكنه بيعه دون أن يثير ذلك انتباهي، إلى أن أردت إمساكه بالجرم المشهود. ادعيت أني مسافر وسلمته المفاتيح وحصلت على البينة التي تدينه. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا علينا، أنا بدوري درست الموضوع جيدا ووجدت أن الراتب الذي تتقاضاه مني لا يساوي مقدار جهدك وتعبك، ولهذا قررت أن أضيف إلى راتبك 200 ريال شهريا. الحمد لله، الحمد لله. شكرا لك أستاذ عبد الكريم. لا شكر على واجب، وهذه أيضاً 200 ريال مكافأة لك. أستاذ عبد الكريم، اعذرني أن أقبل الزيادة في الراتب وأرفض المكافأة.
قلت لك أنت شاب نزيه تستحق أكثر من ذلك. شكرا شكرا يا صالح.